ننتقل مباشرة مشاهدينا لعالم الطفولة. واليوم كل طفل لما بيخلق بيكون عنده موهبة، وفينا نقول انه معظم الاهالي بيعطوا اطفالهم اقلام وورق بيضة لحتى يمكن يشغلوهم باشياء مفيدة، او ممكن لحتى ينموا شخصيتهم وعقليتهم وتفكيرهم. ولكن اليوم بنشوف الاطفال بيستمتعوا بهذا الشيء، ممكن يرسموا اشياء كتير حلوة ومختلفة، وبنفس الوقت ممكن يرسموا اشياء ما كتير منيحة. طيب اليوم هي الموهبة بتحمل كثير من المعاني والدلالات اللي لازم نحن كأهالي نكون منتبهين لها. رح نعطي نصائح اليوم لكل حدا عم يتابعنا، وبيسعدنا أن تكون ضيفتنا لليوم مدربة التنمية الذاتية مجد اللوسي. يسعد صباحك. يسعد صباحك. أهلا وسهلا فيك. صباح الخير وأهلا وسهلا فيك. يعني اليوم ما فينا نحن بصباحاتنا ما نحكي عن الطفل وننوه على مشاكل الطفل إن كانت النفسية ولا الجسدية. واليوم الرسم ممكن يحاكي كثير مشاكل جوات شخصية الطفل أو حتى نفسيته من خلال رسمه. هو بيكون عم يعبر عن احتياجاته أو مشاكل، أو ممكن تكون مشاعر يعني أو انفعالات. خلينا نحكي عن أكثر عن ميل الطفل لموهبة الرسم، يعني كيف ممكن انه يقدر يترجم هي المشاعر والاحتياجات عن طريق الرسم. هلا عادة في اطفال ممكن يترجموا بالرسم الذات، يعني فجأة هو بيمسك ورقة وقلم وبيبلش يرسم لحاله. فانا كاخصائي او كمدرب بمسك الرسمة وفيني افسر شو في بالداخل عند الطفل، ولكن ممكن انا اقول له للطفل يترجم لي بطريقة غير مباشرة. يعني انا مثلا ممكن احط اكثر من طفل، ما اوجه ملاحظتي لطفل، ممكن يقولوا لي هذا الطفل مثلا صامت ما بيحكي، فانا بدي اعرف شو في بالداخل. ممكن اجمع يعني هدول الاطفال بحصه درسيه او بحصه معينه واطلب منهم انه ترسموا لي اكثر موقف زعجكم، او اكثر موقف فرحكم، او اكثر موقف شعرتوا فيه بالقلق او الغضب. انا هون بدي هون الطريقه بدي فرغ مشاعر الطفل عن طريق الرسم. ولكن احيانا في اطفال بيمسكوا الورقه والقلم ولحالهم بيرسموا، ومن خلال هي الرسومات انا بكتشف شو في عنده مشاكل لهذا الطفل. طبعا كل رسمه لها مفاتيح، لانه هو باللا شعور الطفل وقت بيكون عم يرسم ممكن يرسم لك مثلا شخبرة، ممكن ما يرسم يشخبر، أنا بعرف أنه شو في عنده من خلال التفريغ النفسي. وهلأ بنحكي نحن فيه ممكن أحيانا يرسم عائلة هو أو مثلا بيرسم مثلا أب وأم والعيلة اللي موجودة، اللي يعني رسم ولد وولد بعيد مثلا، ممكن يكون في حالة انفصال وهذا الشيء كتير زعجه فهو عبر عن طريق الرسم. ممكن يرسم مثلا أم حزينة أو مثلا قلوب كتير، إذا رسم قلوب كتير على الورقة هذا دليل أنه هو بحاجة إلى حب وعطف ورعاية وحنان. طبعا هذا غير الألوان، يعني أنا عم بحكي عن الرسم، أحيانا كمان الألوان بتلعب دور. وممكن أطفال تطلبي منهم يرسموا هنن ما رح يرسموا لأنه صعب، فأنا بحاول ساعده بالموقف أنه أي موقف زعجك أو رسم لي شغلة أنت بتحبها ليش بتحبها. من خلال هذا الشيء أنا فيني فرغ للطفل وأعرف هي المفاتيح اللي ممكن أطفال مثلا يرسموا حديقة. هلأ إذا بتلاحظوا أغلبية الأطفال بيرسموا بيت وبحيرة صغيرة، هن بحاجة إلى أمان، أحيانا بتحسي يفتقد الأمان. صحيح. ممكن أطفال يرسموا يعني أشياء مثلا دماء أو هيك، هو كتير مشاهد مشاهد عنف أو هو كتير حدا عنده كبت وحاول يفرغه عن طريق الرسم، فبدنا ننتبه لهي النقاط. طيب اليوم إمتى بيلجأ الطفل حتى يعبر بالرسم؟ إمتى ممكن يوصل لهالحالة وفعلا نشوف الطفل عم يلجأ لحتى يعبر عن الشيء اللي عم يمر فيه من خلال رسماته؟ اليوم في عمر معين ممكن؟ هلا ما لا ما في عمر معين، اكيد احيانا الطفل ليكي ببلش من الثلاث سنين فيكي انت تعرفي مفاتيح الرسم اللي عنده. بس هلا ليش ممكن يلجا للرسم؟ هو الطفل عاده في اطفال هن بيحبوا يعبروا عن مشاعرهم من خلال الحوار للام. يعني نحن مع الاسف بدي اقول انه نحن ما بنعرف الطفل كيف ممكن يعبر عن مشاعره. وقت بيجي بيقول لك ماما انا زعلان، ماما انا حاسس بالحزن، انا ماما خايف. انا فالطفل وقت بيلجأ للرسم هذا دليل على انه هو عم يحاول يفرغ تفريغ ذاتي له، معناتها في بعد كلي بينه وبين مثلا العائله، انه ما في حدا محتوي فحاول يعبر بالرسم. وحتى يعني كثير اطفال وقت بيعبروا بهي الطريقه هذا دليل على انه هن حساسين. بدنا ننتبه يلي بيرسم معناتها دليل الحساسيه، يمكن ما بده يعبر بالحكي او هو ما بده يجي يحكي لامه انه انا صار معي هذا الموقف. ممكن يعني اطفال يصير معهم موقف بالمدرسه والام ما عرفت، يعني مثلا هو ورفقاته
طاقاته، صار بعض الشجار او اجى عبر بالرسم، فهون الام بدها تكتشف او بدها تتبع، يعني بدها تسال حدا عنده هي الخبره اللازمه لتعرف شو في عنده، وبنحاول يصير يدور حوار بعد الرسم عند الطفل، بكون انا سحبت الشيء اللي موجود عنده اللي حقول انه هو الكبت او الحزن او الغضب او الشعور بالخوف. احيانا في اطفال بيرسم حاله وحيد بالصفحه، او ممكن يرسم مثلا، انت كيف بتكتشفي، ممكن يرسم الام حجمها أكبر من الأب، هذا دليل على حنقول إنه سيطرة الأم بالبيت أكثر من الأب، يعني بطرائق نحن بالنسبة لنا كتير سهلة نحن بنكتشف آلية اللي موجود عند الطفل من خلال رسماته. أكيد. يعني الأطفال وكلنا ممكن نكون وقت كنا أطفال يمكن ما ضل حدا ما رسم عين، يعني اليوم في ممكن يكون إلى دلالات أو في سر وراء إنه غالبية الأطفال بيسموا العيون برسمة صحيح. العين شو السر يعني؟ هلا في شيء هون ولا تمام؟ هلا هو أكيد في سر معين إنه الطفل وقت بيرسم العين هذا دليل انه عم يحس حاله مقيد ومراقب. حنقول ممكن الاب ممكن يعني كثره طلب الاوامر منه انه لا تروح لا تجي عود دروس، فهو بحس حاله انه دائما مراقب فبيرسم العين، هي دليل على انه هو حاسس حاله انه مراقب ومقيد. هلا هو حلو الطفل نعطيه استقلاليته، نحط له قواعد بالبيت، هذا لا يعني انه نحن انه ما نكون مراقبين الطفل، بس يعني نحط قواعد معينه بس بحذر، ما نحس انه الطفل وقت بيرسم لك عين هذا دليل على انه مفتاح على انه هو حاسس حاله مراقب ومقيد ونحن عم نحرمه من استقلاليته. فهو الطفل المفروض بعمر السنتين نعطيه الاستقلالية، ولكن برأينا نحن، يعني القوانين اللي أنا بحطها أنه نحن عنا 1+1=2، حقول مثلا نحن بنطلع نحن مننام بهذا الوقت، يعني بنحط خيارات ولكن مو بطريقة أنه يحس حاله الطفل مراقب ودائما يعني بحس حاله أنه أمه أو أبوه دائما عم يعطوه هي الأوامر، هو بلش يحس بالكبت وعم يحس بعدم الاستقلالية. تمام. طيب شو بالنسبة اليوم للأطفال اللي بتلاقيهم كتير شاطرين بالرسم، ولكن بتشوفي أنه أغلب رسماتهم بتميل للشخصيات العنيفة، ممكن يرسموا أسلحة، ممكن يكون في دم، ممكن شخصيات معنفة، بس رسمهم كتير حلو. اليوم ممكن الأهالي يتدخلوا بهذا الموضوع ويوجهون لطريق تاني، أم لا خلص بما أنه هو مبدع بهذا المجال ممكن يكفي بس بحيث ما يأثر أبدا على شخصيته؟ هلأ هو غالبا بيأثر على الشخصية وقت الطفل بده يرسم مشاهد حنقول عنف أو بده يرسم أسلحة أو هو عنده هي الموهبة، أنا كأم أو كأب بدي حاول وجه هذا الفن بطرائق إيجابية، لأنه دائما وقت بده يرسم سلبي فهو بالداخل معناته في شيء عنده بده يبلش يتحرك مع مرور الأيام، بده دائما يرسم مشاهد العنف وتعود على وجوده. هلأ هو السبب ليش عم يرسم، هذا الطفل حاسس بعدم الأمان وممكن يكون شايف مشاهد عنف وهذا الشيء مأثر فيه، فماله عنده هي الموهبة فضل عم يرسم مشاهد العنف وأنا ضد هذا الشيء. ممكن مرة يرسم إذا حب شيء مشهد حنقول لأنه هو عنده هي الموهبة، ولكن مو بالاستمراري، أنا بدي حاول أعطيه الأفكار الإيجابية لطفلي وخصوصا إذا كان صغير، يعني أنا ما بدي نميله موهبة مشاهد العنف أكيد لا، بحاول أني أروح على النواحي الإيجابية، بحاول نفوت بالطبيعة بالأسر بالعائلة بالأشياء دائما اللي بتعطيني طاقة إيجابية للطفل حتى يعكس على ذاته. هلا أنت أحيانا ممكن تتابعي مشهد بمسلسل معين يكون حزين، أنت باللا شعور إذا كان إنسان عاطفي حتبكي أكيد. وأيضا نفس الشيء إذا شفتي مشهد فيه عنف كمان أيضا حتضلي أنت سترس وعندك شعور بالغضب أو عندك شعور ممكن بالخوف، فما بالك إذا الطفل باستمرارية عم يرسم مشاهد هي العنف، فحيضل دائما المود تبعه أو دائما بعنف، يعني حتى عندنا نحن على العقل الوعي والعقل اللاوعي، العقل اللاوعي دائما عم يعني رايح باتجاه العنف، فهذا الشيء أكيد بضره للطفل ولازم كأهل نحن نبعد عن هي الأشياء. طيب هي الرسومات والدلالات ممكن دائما لازم هي تكون عم تعبر عن مشاكل بشخصية الطفل، ولا ممكن تكون شيء عابر مثلا يقلد منظر شافه منظر طبيعة، أو حتى العين ممكن أنا ما تعرضت للأوامر كنت أرسمها إعجاب فيها، ممكن تكون أمور سطحية ما بتعبر عن أي شيء بداخل الطفل، وممكن كمان بنفس الوقت تكون عم تعبر عن أمور كتير خطيرة. هون مين ممكن أنه ينتبه لهي المشاكل؟ يعني الأهل اليوم ما كتير بحسيون أنه صحيح بيلجأوا لهي التفسير هاي الأمور. هلأ نحن عم نحكي بالبداية عن الطفل الصامت اللي هو ما بيعبر إلا بالرسم. هلأ حضرت
شفتك قلتي لي انك انت رسمتي عين ممكن تكون معابره فبينما اذا انت يوميا عم ترسمي العين يوميا اكيد نحن هون بالمفاتيح في مشكله معينه. تمام هلا طبيعه الاطفال هن اغلبيتهم بحبوا الرسم والالوان عادي هي الامور اكيد طبيعي بس انا وقت بلاقي الطفل مثلا عنده سلوك عناد دائما في مشكله بالبيت مثلا عنده سلوك انه هو بيكي كثير مثلا دائما معارك بالبيت وبنفس الوقت انا طب اكيد اهل الاختصاص يعني نحن كاخصائيين تربيه اكيد حنعرف من خلال الرسمه تحليلها نحن بنحلق انه لازم نحن نلجا للرسم هذا الطفل ما في شيء بالداخل يعني في اطفال هلا فجاه بيكونوا نايمين بالليل فجاه بيفيقوا عم يصرخوا طب الام ما عم تعرف شو المشكله انه انا بالبيت او الاب مثلا انه انا ابني ما في مشكله عنده انا ما عم بعرف الجا لها فنحن بنلجا للرسم لحتى نحلل الداخل عند الطفل لأنه هو ما عم يقدر يعبر لي ممكن يكون السبب كتير بسيط هو شايف مشهد معين أو هو خايف من رفيق معين مثلا مخانقه صاير في مشكلة بيناتهم فنحن بنقدر هون المشكلة يعني نقدر نفرغها عن طريق الرسم ولكن إذا كانت رسمة عابرة مثلا عين أو وردة هذا هي الأطفال هذا باستمرارية أما اللي عنده موهبة هذا طبعا موهبة من رب العالمين أكيد بس نحن بتكرار الرسمة عند الشخص الموهوب أنا فيني اكتشف شخصيته حتى من خلال لوني اللي هو عم يلونه نحن عادة يعني اللون المحبب للطفل بيكشف لك شخصيته لهذا الطفل أو هو شو ممكن يميل أو وين ميوله أكتر شيء أكيد بالختام معلومات كتير مهمة يمكن حكينا كتير وضوينا على دور الأهالي بهذا الموضوع وكمان يمكن اليوم في للكادر التدريسي بالمدارس لازم اليوم يكون في وعي واهتمام أكثر طبعاً بحصة الرسم لحتى يعرفوا أي مشكلة عند الأطفال ويخبروها أكثر الأهالي ونشكرك كتير المدربة التنمية الذاتية مجد اللوسي أهلا وسهلا فيك شكرا لك أستاذة مجد وأكيد دائما نحن مننوه وكل الأهالي ووين ما كان منقول أنه علموا أولادكم على الكلام بحيث يحكوا ويعبروا عن مشاعرهم فاليوم أي أهل عندهم طفل صامت ما بيحكي ما بيعبر عنا وسيلة جدا ذكية عطور أو ألم وخلوا يرسم ممكن تكتشفوا كثير عن إصرار شخصيته وشو ممكن عم يعاني من مشاكل تماما. شكرا لك أستاذة حبيبتي يسعد أوقاتك نورتينا أهلا وسهلا.